ما عملت هكا فيديو تو صغير بالتليفون خاطرني اكزايتد به. انا قبل في الفاندو ماي هبط فيديو قلت كومينغ سون، بعد عرفت في الديسكريبسيون كتبت صحيح عندي برشا ما خدمتش اما بالرسمي كومينغ سون جديد، كونسيبت جديد، برشا جيف واي، بيكن ايبيك جيف واي تاع ويكاند، شورت موفي، افري دي ستريم، ومازالت اللي قصه طويله. نعود الكلام ونعود نقول سولو شبان عندي كوتور لنا احبوني عندي كوتور باش نشنق روحي. anyway لحظه برك نهي الكوتور. بون والله الفيديو تصور فيه بالتليفون على خاطر الكاميرا طايحه شارج باهي. anyway ان شاء الله بحول الله اول جيم بلاي باش نعملوها ان شاء الله. انتم باش تقولوا في الديسكريبسيون لوطا في الكومنت ما الديسكريبسيون في الكومنتير تقولوا شنو هي الجيم بلاي اللي نحبوا عليها، معناها تختاروا شيء تحفونا تو كاتيجوري ما يخلقش مش مشكل نعملوا عليه جيم بلاي، معناها يمكن نعملوا عليه كي نقولوا احنا يمكن لايف يمكن جيم بلاي، اما الاكثريه في بالي جيم بلاي على الاول حتى نركع امور اللايف. سو ما تنساش باش تعمل لايك كان عجبك الفيديو عجبتك ليدي، وما تنساش باش تبارتاجي كان حبيت تبارتاجي يرحم والدين والديك، ما حبيتش تبارتاجي مش مشكل ما عندها مشكل. ما تنساوش ستي ستونت ستي بلوغت دونت فورغيت تو لايك، كان عجبكم الفيديو شير، كان ما عجبكمش الفيديو تنجمو تعملو ديزلايك زادا. اما برشا عباد باش تقولش بي اعمل فيديو هكايا سبونتاني، هي حكاية سبونتاني معناها. اما فما جديد ان شاء الله بحول الله. ستي ستونت. See you in next video. Hey, bye!